وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكدت الدكتورة بسمة الصفار رئيس مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، أكدت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أثبتت فعاليتها ومأمونيتها، داعية الجميع إلى ضرورة أخذ اللقاح حماية للمجتمع ولتسهيل إجراءات السفر والتنقل. اللقاحات لا يخفى عليكم ضد فيروس كورونا تم التصريح لها في التصريح الطارئ، وأثبتت فاعليتها ومأمونيتها حيث أنها تؤمن الحماية لمتلقيها من الإصابة بالمرض، كما تحمي من الإصابة المتوسطة إلى الشديدة الحدة، وبالتالي فإنها تعطي متلقيها الحرية في التنقل والسفر مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الأخرى. وقد تفرض بعض الدول حماية للمواطنين والمقيمين على أراضيها القادمين للسفر إلى بلدانهم أخذ اللقاحات الموصى بها والتي صرحت بالتصريح الطارئ. ولذلك فإننا نوصي الجميع وندعو جميع المواطنين والمقيمين ممن لم يتلقى اللقاح بالمبادرة لأخذ اللقاح المتوفر ضد فيروس كورونا، وذلك لحمايتهم دون انتظار نوع محدد منها، وذلك لأنها جميعا قد أثبتت فعاليتها ومأمونيتها وصرحت للاستخدام الطارئ في المملكة، وذلك تحسبا لفرض قيود للسفر.